بالحلقة الماضية من يومية The Sisters تابعنا كيف نادين وفرح نظموا لعيدة لأليس، أما اليوم فصار دور أختها الكبيرة لمعايدتها. هاي Give me a kiss, Ado. على عيدي انا بعد ما عملت شيء اخواتك امبارح عملوا لي سيربريز حجزت لي نادين سبا انا وياس بلوغري عم بوصل اسمعي الخبريه وين بوصل عم بيحضروا لي الماسك وكل شيء مس اليس اختك حجزت لك انتي ايجينج انه ما بفهم انه ليه انتي ايجينج انه كانه حنختر على بكير يعني بعد ما طبقنا 27 سنه وعم تعمل لي انتي ايجينج اكلنا وكل شيء ويلا جاي الكيك انا مفكره جايبين لي كيك شي طابقين ثلاثه مثل الكيك اللي جبت لها ليلى نادين شو طلع جايبت لي حذري يا ريت قطعه بان بيردي وبالاخر اختفى بالاخر اختفى صار عن جد بان بيردي لانه اختفى ببطنها لنادين أليس ما كانت مبسوطه كثير بعيده وخاصه انه حجم الجاتو ما كان على ذوقها لك اجابته بس لتاكله هي وعلى عيدي لا وحطت لي شمعه كبيره كمان منيح ما حطت لي هيدا فشفيشه بيني وبينك انه توقعت يكون عيدي يعني يعملوا لي شيء احلى انه لايك بارتي انه انفقست شوي انه انا على عيد انا انه ايه بس انه انا على عيد كل وحده انه بقعد بشتغل لهم منيح يعني بعمل لهم حفله بجيب لهم كيك يعني ابو طابقين ثلاثه بقعد يعني بهلك لك ايه بس انه اتس ا داي يعني انه وان داي بعرف بس ما نادين شي اولويز كنترولز هير بدي هلا اثبت حالي يلا بوصيلي كثير قعدوا اوكي يلا سلمي عنكي باي لاف يو الحديث مع ديانا الاخت الكبيره فشل خلقها لأليس حماسة تحط هالذكرى وراها وتنطلق بنهارها لتبلش شغلها هذا لمين؟ هذا لنادين واو بعقد 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 ايه بعقد اتسو نادين باي ذا واي بس اللي ما كانت حسبت له حساب أليس هو مفاجأة من راغدة وجيجي سربرايز هابي بيرثداي نو واي شايفة جيجي ما بصدق عملتي لي فستان بعقد 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 ياي حياتي ثانك يو فرحة أليس ما بتنوصف وخاصة إنه ما كانت متوقعة هيك مفاجأة ليكي شوفي السحاب شو حلو اشتغلت عليك ايه كثير حلو بس ليكي علقان كان؟ لا شو هيدا في شي علقان هيدا شو؟ شو هيدا؟ مشي شي كثير مسكينة أنا اليوم كتير مدلعتوني اليوم بحب البروشات ايه كتير حلوة بتعقد بس قولي عزبتي حالي عمك ليك هي انه خلص انه كادو واحد من اثنين مو ضروري كل حدا يجيب لي كادو الغالي بيرخص لك يا أليس من بعد هالمفاجأة الحلوة بلش الجد وبلشت أليس بالفوتوشوت وما نطرت نادين وفرح ليوصلوا بس رح اعمل تست اوكي لحظة الاجر لقدام صاروا عم يسموا بوزي علي يلا فينا اهل اللي بتطيروا لفوق بس انا خايفه تطيري يعني بحبانك ولا حابب المونه هلا وطيني وطيني اوكي ظابط مع اللبس طالعين كثير مهمين الو هاي فاينلي هاي جي واخيرا عشقك كثير عشقك جي جي أليس لبنان انه عشقك اليوم ايه كل مره بدك تلحق على لبنان على العجقه عجقه وفجاه
وقع نظر نادين على الفستان الاحمر، هدية ألف. جيجي ميرسي كثير حبيته. هذا نادين هذا لإلي مش لإلي. بس أنا أطول. بس على أي أرض؟ ليكي هيدا شوفي شوفي. بس هذا شو حلو. واو مكتب هلا بعدين رح يصير ميك أب. رجع عليه؟ وهيدا كان يصير حبيبتي طيب؟ لا ما قسته. نادين وفرح عم يتحضروا للفوتوشوت بالوقت اللي بلشت أليس قبلهم. حاسه ايدي كثير منشفين. عندي كريم الدرموفيفا ليك بليز بتجيبي لي اياه. واو 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 بعقده نادين اللون بسطل بعقد بعقد. برافو زقفه لجيجي. لا و رقصت بيرفكت. هذا على فكره شيء جديد اول مره حدا بيعمل هيك تنوره مع بليزر. كثير حبيت كثير حلو. عليكم بس ليك ما لازم انا اكون بالنص. لا انا الوحيده اللي لابسه. انا ما عندي ورده هون. لا انا اخذ صوره برجع على الفيس. لا انا بحكي منطق مش انا اللي لابسه غلط. رودي شو بدك تعمل؟ لا لا النظر هيك. انت شو بدك بالنظر بالثياب؟ لا صورة خلص بدها ترفع عليك وتبني نجيب فيك مو متعلقة. أنا بدي أصور. إذا تزودت بتريحنا شوي. كيف حلو؟ كيف عم بيستلموني هلا؟ بدي أصور. لا بدي أصور. لاحقين الحفلات بعدين. بعدين هلا. تخليني وحيدة مع فرح لحالي. زين بجد. لا أنا متوقعيني. لا خليني بس أنا مفرح لحالي. يلا. ما بدي. لا لازم تدخل حالك اليوم. شو هالفوتوشوت؟ واهضم شي من هي بجروب فوتو. سوري ما شفت باي جيجي. انا هلا بيمو بعد شوي بحطه بالكيس. باي. تبعوا على الطريق. طب اليس انا هلا بدي اروح عبلي اروح اسهر. عامله ميك اب وشعر طالع كثير حلو. اوكي يلا لا 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 نروح على البيت نغير ثيابنا ونروح نكمل بلي ارقص. اوكي يا اليس اوكي طلع بتعقد الميك اب هيك بتعقد على شعراتك. يلا نروح نغير شعر ما عم بيني تعقد لحظه شو انت كرمالك عملنا لك شيء انت كرمالك ما عم بيني شو بك انت نادين. وما طولوا نادين وفرح ليقدروا يقنعوا انس بالسهره. سربرايز لألس بين اخواتها واصحابها عقبال المية. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
ولنختم هالسهرة شو في أجمل من التعبير عن هالفرحة برقصة السلسة. بالحلقة الجاية من يوميات The Sisters $10,000. والله $10,000. مش على اساس انت بدك تعزميني؟ ما انا بك واحد. انا وياك ما قد شو قلت لك قبل شوي؟ يلا طلعي طلعي الفيزا يلا.